هاي مشاهدينا اوتو فوكس بطل عليكم مره جديده، وهالمره بدنا نستفيد كثير من خبره بطل الراليات الكبير واكيد صاحب الخبره الكبيره بعالم السيارات عبدو بغالي لاول مره معنا باوتو فوكس. هاي عبدو. هاي جورج، كيفك؟ اليوم رح نتعرف معك ومع تيد مراد. هاي تيد من اوتو ستار، من اوتو ستارز، وكلاء سوبارو بلبنان. رح نتعرف اكثر على السوبارو الجديده دبليو ار اكس 2015 مع الفيتشرز تبعها واكيد الفيلينج بالسواقه مع عبدو. بداية معك تاد، أهم سبيكس نحكي عن السيارة. بدنا نذكر دائما أنه سوبارو مشاهدينا دائما بتشتغل بهاي ستاندردز على كل شيء، سيفتي، سسبنشن، سرعة وكل الأمور. بداية معك، أول شيء بدنا نحكي شوي عن الأجريسيف لوك الجديد. هذا البودي الجديد هلأ تبع السوبارو WRX 2015 اللي عم نشوفه هلأ مع الليد لايتس ولون الأزرق WR بلو. وهذه السيارة بدنا نحكي هلأ أكثر كبرفورمانس أكثر من الشكل، لانه نحن بالسباق بنركز على البرفورمانس، بنركز على فيلينج السواقات، وبنركز اكثر على هالاشياء. نعم. هلا هذه السياره سيمتريكال اول ويل درايف مع بوكسر انجن. هذه الكومبينيشن موجوده بس عند سوبارو. البوكسر انجن بيعطينا برفورمانس، بيعطينا توفير بنزين، وبيعطينا كمان ثبات اكثر على الطريق. هيدا اهم شيء على طبقاتنا. مزبوط. نعم. هذه السياره 2.0 تيربو، هذا الانجن الجديد للدبليو ار اكس. نعم. و 268 حصان. دايركت انجكشن كمان. مع عبدو، يعني اول شيء خبرتك بعالم السيارات بتحكي لحالها، ما ضروري نعرف عنك اكثر من هيك عبدو، بس قد ايه السياره مناسبه لطرقات لبنان؟ جورج، كلنا بنعرف اول شيء السوبارو يعني معروفه، عم نحكي ان كان سيفتي او بيرفورمانس، كلها قد ايه معروفه نمبر 1، يمكن تعتبر وورلد رايد بهالكاتيجوري هيدي بهالسيارات. سبيشلي للبنان، كلنا بنعرف طرقات لبنان قد ايه بتزحط، شوي بتشتي، شوي وحل، شوي حدا شاطف قدام بيته. شو في عندنا احسن من سيماتيكال اول ويل درايف تتمكن انت عارف حالك دائما في عندك ستابيليتي على السياره. الانجن انا عن جد كنت كثير مبسوط انه بال2 لتر انجن 268 حصان عم نحكي، فيتاس بيجي سيزيام اذا عادي، او حتى ويتيام اذا عم نحكي. احنا كانت السي في تي، انت يو كان تشينج المود اذا بدك اياها سيزيام او ويتيام حسب انت طريقه السواقه اللي عم تسوقها. طبعا زياده على الفيتشرز عم نحكي السيفتي اللي فيها السياره. سو انا برايي هيك سياره تعتبر اول ان وان، مثل كوكتيل لكل شيء، سبورتيف، عائليه، خارج كل يوم، خارج كمان تسوقها بطريقه اجريسيف او سواقه تفوت فيها على سيركوي، كلها بتلاقيها بالدبليو ار اكس. يعني مناسبه 100% لطرقاتنا بلبنان. تيد، كمان رح نتعرف على السياره من الداخل اكثر وناخذ سبيكس اكثر منك من حيث الديتيلز الموجودين فيها من الداخل لهالسوبارو الرائعه الجديده. بدنا نشوف اول شيء لاول مره حاطين بوست جيج فيها، فينا نشوف البيك تبع البوست قد ايه بيفتح بوست. نعم. بدنا نشوف كمان هون عم نشوفها على السكرين هلا فوق، بدنا نشوف كمان الستيرنج ويل الجديد هيدا تبع بس نكون عم نسوق. عندنا الفيلينج اللي بدنا اياه بالسبورت كار اللي هي هيدي ال WRX، وكمان مش لازم ننسى انه هيدي ال WRX فيها ال SD كمان. نعم. ليمتد سليب ديفرنشال اللي بيساعدنا كثير على الطلوع وعلى الجبال، وحتى تنفوت كواع بطريقه سرعه يا عاديه كمان بيساعدنا. انا هيدا صراحه، بس خلوني اقول شغله، انا هيدا اكثر شيء عجبني بال دبليو ار اكس الجديده، انه صار فيها ليمتد سليب ديفرنشال او اوتو بلوكان مثل ما نحن نقول بلبنان. نعم. كانت تيجي قبل من دونها، هيدا بيساعدنا يعطينا تراكشن اكثر وفيلينج لذه بالسواقه اكثر كمان، خصوصي على طرقاتنا الجبليه. عبدو، قد ايه مهم كمان قعده السايق بالسياره، يعني الفرش قد ايه بيكون لاقط الدرايفر مع المقود الرياضي اللي كنا عم نحكي عنه كمان، قد ايه مهمين هالقصص هيدي بسياره سريعه مثل ال WRX؟ اوريدي كان عم بيقول لنا تيد، الموتور البوكسر انجن سنتر اوف جرافيتي قد ايه واطي بيجي، انت بتعرف كل ما توطي وزن السياره على الارض كل ما تكون ثابته اكثر السياره. نعم. بس تقعد بقلب ال WRX بتحس حالك عارف انك انت متمكن من السياره، بلس اول اراوند السياره كلها عندك الاي بيلر، البي بيلر، السي بيلر، كله فيك تشوف من بعده، مش انه شيء مغطى عندك مثل ديد زون انت ما فيك تشوف فيها. سو ان ترمز اوف سيفتي اند كومفورت تاخذ العقل. لنشوف هلا فيديو سوا وبنعلق عليه قبل، بس بدنا قبل الفيديو في كمان تورك فيكتورينج، هيدا شيء. نعم. جديد كمان على ال WRX، على الكواع في تورك اكثر وفي كمان ثبات اكثر، في كمان فيكل داينامكس كنترول، إذا لا سمح الله صار شيء طلع شيء بوجهك بتضل السيارة على مسيرها. وكمان مش لازم ننسى إنه سوبارو دبليو إكس مثل كل سوبارو 5 ستارز على الكراش تيست للسيفتي وتوب سيفتي بيكس على كل الموديل. أهم شيء دائما بدنا نذكر إنه فيها هاي ليفل من السيفتي. مشاهدينا بنشوف الفيديو سوا بنعلق عليه أكيد مع عبدو وتيد، بنشوف فيه السوبارو دبليو إكس على نوعية طرقات أو كذا نوع طريق، بنشوفها أكيد كيف عم تكون performance فيها على طريق. هون بداية عبدو، يعني بعرف أنت بتسوق أسرع من هيك خلال السباقات، بس كيف شايف
بداية يعني الانسيابية تبعها، طريقة دخول المنعطف صارت. أنا فيني أقول لك لأول مرة WRX صارت عن جد بيبي STI، صار فينا نقول واحد في يجيب هيك سيارة فيك تتمتع بسوقتها، بدك تسوقها بطريقة سبورتيف فيك تسوقها، بدك تسوقها بالمدينة فيك تسوقها، طرق جبلية فيك تسوقها عن جد. يعني باور عم نحكي على الموتور 268 حصان، واكيد عم نحكي اهم شيء انا حبيته فيها مثل ما قلنا ليميتد ستيب ديفرنشال مع فيتاس زين عم تجي السياره، سو كل الباكج صارت موجوده. وانا اللي بشوفه يعني بعدين رح نحكي عن سعرها، بس قد ايه كومبتيتيف مع سيارات نفس الكاتيجوري، مع انه السيبارو دبليو ار اكس فيها كثير اوبشن زياده، فيها وساعه اكثر بقلبها، تعتبر عائليه كمان سياره، سو سبورتيف وعائليه ولك اليوم، ما بتلاقي هالكومبينيشن هذه كلها بسياره واحده. تد نعم قبل ما اعرف سعر السياره اخر شيء بيهمنا كثير تجوا تشوفوا السياره وكمان تشوفوا السيرفيس سنتر تبعنا اللي كثير بروفيشنال ستاف عنا. نعم. وبتكونوا مريحين راسكم من ناحيه السيفتي ومن ناحيه الافتر سيل كمان. وسعرها كثير افوردبل السياره بالنسبه لشو هي، حقها 44,900. سعر منافس جدا بالنسبه للكاتيجوري تبع، بالنسبه للمواصفات اللي عم نذكرها، هي كثير تكنيك عاليه مزبوط بالسواقه. شكرا تيد على وجودك معنا، كمان شكر كبير لعبدو بغالي، ودائما نكون معنا ان شاء الله بحلقات قادمه. على كيف ليش لا عبدو، الى اللقاء مشاهدينا، دائما سوق عمالكم.